شكرا لمصر انها مهتمه بالمسرح. المسرح حاجه كبيره جدا جدا. مسرح مدرسه حقيقيه نتعلم عليها ما فاتنا نتعلمه على مقاعد الدرس. وشكرا للمسرح القومي، يعني المهرجان المسرح القومي للمسرح المصري، المهرجان القومي للمسرح المصري، انه اختار هذا العام ايقونه المسرح سيدة سميحة ايوب. سميحة ايوب بالنسبه لنا حاجه شخصيه جدا كمان، ويعني علاقه بينا علاقه رفيعه جدا، علاقه يعني عارف زي ما في اب روحي هي ام روحيه ليا. واحنا صغيرين واحنا اطفال صغيرين كانت ماما بتكافئنا لما نتفوق ان احنا نروح المسرح القومي. كان ماما بتعتبر ان المسرح القومي هو المسرح الرفيع. كنا نشوف ماكبث وهي كينج لير هو المكافاه بتاعتنا، ما كناش نروح الملاهي ولا النادي ولا كده. انا وانا صغيره مثلت في مسرح المدرسه، مثلت كينج لير، مسرحيه كينج لير، كنت طالعه بدور ريجن البنت الكبيره. وفي الجامعه مثلت صراع عبد الصبور ومثلت مسافر ليل واكتر من حاجه. المسرح بالنسبه لي قيمه كبيره جدا جدا، وسميحه ايوب بالنسبه لي ايكون كبيره جدا، والمسرح المصري من ارقى واهم المسارح العالم. دايما شايفين اختلاف كبير بين مسرح زمان ومسرح دلوقتي، شايفه حضرتك الاختلاف من وجهه نظرك يعني ككاتبه شايفاه ازاي؟ المسرح فيه حراك. انا لسه امبارح كنت في مسرحيه من اجمل ما يكون اسمها العيال فهمت، اخراج من المسرح الكوميدي. بشكر جدا جدا مدير المسرح الكوميدي الفنان الجميل ياسر الطبجي. مسرحيه العيال فهمت من اخراج شادي سرور ومجموعه من الاطفال وايهاب طنبراوي وعبد المنعم رياض وبنوته جميله مثلت هي دور الناني او اللي بتعلم الاطفال، لان هي ماخوذه عن ساوند اوف ميوزك. لا استطيع ان اصف لك كم الجمال. انا ذائقتي صعبه قوي في المسرح، مفيش حاجه تعجبني، لكن هذا مسرح كان مكتمل، مسرح استعراضي رفيع وراقي، الكوميديا الاستعراضيه الراقيه جدا، لدرجه ان انا قلت هذا هو المسرح وفي تمامه، يعني مكتمل الاركان. ففي مسرح محترم، مصر بتقدم مسرح محترم، القومي والهناجر والبالون ومسرح ميامي اللي كنا عليه امبارح بيقدموا مسرح محترم. مازال مصر لن ينضب فيها المسرح ابدا. بتقارن من زمان ودلوقتي، كل عصر له آلياته وكل عصر له جماله. شايفه اللي حصل يعني دور راي حضرتك في اللي حصل في مسرحيه عيله عمل لها بلوك اللي هي الفنان الكبير محمد صبحي، عايز اعرف راي حضرتك في محمد صبحي. معروف انه بيحترم جمهوره جدا، بيرفض يكون فيه عمر بيرفض يكون فيه قطع او اعلانات بين الفصول، لان هو دايما عنده سيكونس وعنده فكره. هو ما بيقدمش مسرح هزلي حاجات تضحك وخلاص، بيقدم فكره متسلسله. فما عيله عمل لها بلوك، وانا كتبت عنها طبعا وحضرتها من سنه 1700، عيله من 1700 لغايه 2300 وحاجه كده. فكل حقبه زمنيه بيناقشها، بيناقش مشاكلها واحوالها الاقتصاديه والاجتماعيه. فانك تيجي في النص وتقطع باعلان هيبقى صعب، هيقطع سيكونس. فهو لانه يحترم جمهوره فكان رافض الفكره ان يتقطع، وهو قال لهم في العقد ان هو يختار الاماكن اللي. لكن محمد صبحي قيمه كبيره وقيمه عظيمه جدا جدا، وجمهوره يشهد له. جدا نورتينا، ميرسي قوي. شكرا لمصر اليوم الجميل. شكرا، ميرسي.